اخر جوله وكان منهزم، ثم رجع في المباراه هدفين مقابل هدفين. نتيجه ما خلتش نبيل الكوكي يواصل المشوار، وتم اقاله المدرب نبيل الكوكي والبحث على الاطار الفني المناسب بالنسبه لبقيه المشوار من جانب النادي الافريقي، خاصه مع الالتزامات الخاصه بكأس رابطة الأبطال الأفريقية لكرة القدم. 28 نقطة للنادي الرياضي الصفاقسي و15 نقطة للنادي الأفريقي، والكرة في مناطق النادي الأفريقي، والحارس عاطف التخيلي اللي يلعب في الجولات الأخيرة، وفاروق بن مصفى مش موجود في القائمة على غرار لقاء نادي حمام الأنف. والكرة دائما في مناطق النادي الافريقي. ستيفان حسين ناطر، علاء البوسليمي، الهام والممتاز من جانب النادي الرياضي الصفاقسي انه يلعب بثلاثي هجوم متكون من حسان الحرباوي جونيور اجايي واللاعب السابق للنادي الافريقي ايزيكيل دواسيل. من الارقام القياسيه لهذا اللاعب انه اللاعب الوحيد في ملعب رادس اللي سجل هاتريك في زوز لقاءات متتالية، معناها ثلاثية، بين مباراة في الرابطة المحترفة الأولى ومباراة في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. الكرة من علي معلول، وبالطبع لاعب خبرة علي معلول مع لاعب سعد اللي هو بسام السرارفي، لاعب متميز بدا يكتسب النضج في تشكيلة النادي الأفريقي. إن شاء الله بالطبع يكون الموعد مع الفرجة، مع الإمتاع، مع زوز مدارس كروية عريقة بحاجة للنقاط الفريقين بعد نتائج الجولة 12. عبد القادر الوسلاتي، الكرة مباشرة إلى إيزيكيل دواسيل، والبحث من الجهة اليمنى على حسين الحرباوي، مباشرة على البوسليمي. باش لاحظوا برشا توغلات وبرشا تسربات وبرشا محاولات من جانب تشكيلة المدرب شهاب الليلي بالنسبة لهذا اللقاء من جهة حسان الحرباوي، وأيضا المحور لإيزيكيل دواسيل، ثم سيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري يبعد على سليم بن جميع، والكرة مباشرة 6 أمتار للحارس رامي الجريدي. إذا النادي الصفاقسي عنده رقم على ميدانه أنه فاز في كل لقاءاته في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. النادي الإفريقي إلى حد الآن حتى انتصار خارج الميدان. كرة مباشرة من سيف تقاء، ثم المحاولات من جونيور أجايي، جونيور أجايي هشام بالقروي، ثم علاء البوسليمي، مباشرة عبد القادر الوسلاتي، والكرة مخالفة للنادي الأفريقي. البحث على المحور من جانب هجوم النادي الرياضي الصفاقسي، المحور اللي فيه هشام بالقروي، فيه أيضا سيف تقاء، والاختيار على لاعب الخبرة بلال العيفة من الجهة اليمنى للدفاع. هذه اختيارات المدافع السابق للنادي الافريقي وحاليا المشرف الاول حسب ما قال رشيد زمرلي، على الاقل الى حدود اخر جوله بالنسبه لمرحله الذهاب. بلال العيفه، مباشره الكره لصالح النادي الافريقي من جديد، وابراهيم الشنيحي وقبله سليم بن جميع اللي يرجع الى محور الدفاع مع الغياب البارز لماهر الحناشي. قلت سجل الموسم الفارط هدف ممتاز، تصويبة رائعة في الشوط الثاني في مباراة سجل فيها كذلك سيف تقال النادي الافريقي. بلال العيفة، كرة قصيرة مباشرة لعبد القادر الوسلتي. عبد القادر الوسلتي، ستيفان حسين ناتر، لاعب ساهم الموسم الفارط في البطولة واخر جولة والفوز في جرزيس. علاء البوسليمي، علاء البوسليمي، ثم هشام بالقروي، ومباشرة إلى ستيفان حسين ناتر، ثم سيف تقال، توزيعة علي معلول، كريم العواضي أمام عبد القادر الوسلاتي والمخالفة. واضح نية النادي الإفريقي عدم ترك المساحات في وسط الميدان للاعبين كيما كينغسلي سوكاري وكريم العواضي لإيجاد الحلول الملائمة لجونيور أجايي، إيزيكيل دواسيل،
وحسان الحرباوي، ستيفان حسين ناطر الى سيف الدين الجزيري، سيف الدين الجزيري امام زياد الدربالي، تبقى الكره للاعب النادي الافريقي. سيف الدين الجزيري في المحاوله الفرديه والتالق للحارس رامي جريدي، ممتاز المجهود الفردي من مهاجم النادي الافريقي، يدخل مناطق الجزاء، يبعد على زياد الدربالي، يصوب على مستوى القائم الاول والحارس رامي جريدي. ثم الامكانيات، ثم الوضعيات، وثم الفرص ايضا من جانب النادي الافريقي في هذه الدقائق الاولى. وعلى مستوى القائم الاول الحسم للحارس رامي جريدي. علي معلول في تنفيذ التماس الهدف بسبع اهداف، جونيور اجاي، حسام الواتي ياخذ مكانه في التشكيله الاساسيه. ثم مريح المحاوله بعيدة على المرمى، الظهير الأيمن اللاعب الجوكير في تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي ياسين مريح، يصوب وكرة بعيدة على المرمى، خذا مكان ماهر الحناشي، بلال العيف أمام كريم العواضي، بسام السرارفي، سيف الدين الجزيري في وسط الميدان، ستيفان حسين ناطر، سيف تقاء، هشام بالقروي اللاعب الدولي الجزائري. مباشرة استرجاع الكرة من حسام الواتي، ايزيكال ندواسيل، ايزيكال ندواسيل يتباطى وتتفك الكرة الأخيرة من جانب دفاع النادي الأفريقي مع أول توغل لايزيكال ندواسيل. علي معلول، جونيور أجاي كينغسلي سوكاري، وابعاد الكره من مناطق النادي الافريقي. يلعب على الاروقه، يلعب على الاجنحه النادي الرياضي الصفاقسي مع ثنائي جونيور اجاي من الجهه اليسرى وحسان الحرباوي من الجهه اليمنى، وكينغسلي سوكاري بالطبع من اللاعبين المساهمين في هذه الحلول الهجوميه. اللاعب القادم من البطولة النيجيرية مع فريق انيمبا علي معلول، جونيور اجاي من الانتدابات الناجحة للنادي الصفاقسي كما اللاعب فالون يونغ المصاب في الاربطة المتقاطعة. كينغسلي سوكاري، مجهود فردي من كينغسلي سوكاري. من جديد هشام بالقروي، ثم ستيفان حسين ناطر، ومباشرة إلى سيف الدين الجزيري، وكرة كانت من إبراهيم شنيحي. من جديد المحاولات بالنسبة للنادي الأفريقي والكرة جانبية، إذا محاولة والتصويبة من عبد القادر الوسلاتي، جرب حظه من بعيد عبد القادر الوسلاتي بعد تمهيد من إبراهيم الشنيحي. إعادة من جديد المحاولة للاعب اللي لعب في الفريق الثاني لأتلتيكو مدريد في البطولة الإسبانية، كريم العواضي، ياسين مريح، حسان الحرباوي. من جديد المحاولة من الجهة اليمنى لهجوم النادي الرياضي الصفاقسي، ترجع إلى سكاري، دائما لاعب الارتكاز حسام الواتي لعلي معلول، والتغطية نشوفوا انضباط التكتيكي رغم صغار سنه. بسام السرارفي مباشرة، جونيور اجاي، والحارس عاطف الدخيل. واضح ثم محاولات ثمانية للتسجيل من الجانبين في المباراة رقم 123 بين النادي الافريقي والنادي الرياضي الصفاقسي. بلال العيفة، الضغط من كينغسلي سوكاري، جونيور اجاي، كرة وعكسية من جانب إبراهيم الشناحي، حسام الواتي، علي معلول، كريم العواضي، كريم العواضي، التوزيعة ممتازة إلى حسن الحرباوي، والحارس عاطف الدخيلي. بالنسبة لمباريات الفريقين، نذكروا بالنسبة لإيزيكيل ندواسيل كان جاء مع النادي الإفريقي في فيفري 2014، وكان بالمناسبة لقاء في الملعب الاولمبي بالمنزا، وكان النادي الصفاقسي هو اللي استقبل منافسه الافريقي بحوزه الكره.
كانت محاولة أولى من سيف الدين الجزيري ثم تصويبة من عبد القادر الوسلتي. مباشرة علي معلول قبل ما توصل إلى الشاب بسام السرارفي. شوفوا التمهيد إلى إزاكيل دواسيل والكرة باش ترجع لصالح النادي الإفريقي من إشارة من الحكم المساعد الثاني بالحسن النجار. كانت كرة في العمق لصالح إزاكيل دواسيل. كانت التوزيعة من جانب علي معلول إلى إزاكيل دواسيل باش ترجع بمخالفة لصالح النادي الإفريقي. العملية الثلاثية من جهة علاء البسليمي والظهير الأيمن اليوم يبعد الكرة في النادي الرياضي الصفاقسي ياسين مريح. ستيفان حسين ناطر بحذاها قريب هشام بالقروي. الدقيقة 11 بالنسبة للشوط الأول والمباراة رقم 123. 52 انتصار للنادي الإفريقي و23 للنادي الرياضي الصفاقسي. وبلال العيفة والتمهيد كان من بسام السرارفي والكرة في مناطق الجزاء والتصويبة مرة أخرى. مرة أخرى عبد القادر الوسلاتي يلقى روحه في وضعية سانحة للتسجيل بعد خدمة من الجهة اليمنى لهجوم النادي الإفريقي. التوزيعة في مناطق الجزاء وما كانش ثم رقابة على لاعب النادي الإفريقي عبد القادر الوسلاتي والتصويبة الأخيرة جانبية. ثاني مرة يصوب في ال 12 دقيقة الأولى عبد القادر الوسلاتي في مرمى الحارس رامي جريدي. إزاكيل دواسيل حسام الواتي كرة بحوزة النادي الرياضي الصفاقسي ياسين مريح. كريم العواضي نشوفوا الضغط على حامل الكرة ويخسر النادي الصفاقسي في كرات في وسط الميدان حاليا. كينكسي سوكاري والمخالفة. المخالفة ضد غازي العيادي. الكرة لفريق السي اس اس. نشوفوا كينكسي سوكاري اساسي على غرار مباراة الترجي الرياضي التونسي. غازي عيادي امام إزاكيل دواسيل. عبد القادر الوسلاتي ينتظر في الحلول من الجهة اليسرى وين موجود علاء البسليمي. والتغطية هذه المرة من زياد الدربالي لاعب خبرة كذلك ينجم يتأقلم مع عديد المراكز في الدفاع. سيف تقى سجل في الشوط الثاني في مباراة الذهاب لموسم 2014-2015. علي معلول اختصاصي ضربات الجزاء والكرات الثابتة في النادي الرياضي الصفاقسي لاعب المنتخب الأول. سوكاري تصدم الكرة بغازي عيادي. مباشرة كريم العواضي. شوفوا البريسينج الناجح إلى حد الآن من متوسط ميدان النادي الإفريقي. ستيفان حسين ناطر مباشرة إبراهيم الشناحي. سيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري توغل منذ قليل في مناطق النادي الرياضي الصفاقسي وصوب على مستوى القائم الأول. شاهدنا أيضا منذ قليل توزيعة من بلال العيفة وعبد القادر الوسلاتي والتصويبة. أو من جديد ناشط إلى حد الآن عبد القادر الوسلاتي في مناطق النادي الرياضي الصفاقسي. صعوبات لإخراج الكرة لزملاء كريم العواضي. ومن جديد أحسن الاختيار المدرب محرز بن علي وتكليف بلال العيفة للجهة اليمنى للدفاع. إلى حد الآن كان توغل من سوكاري من جانب النادي الرياضي الصفاقسي في الأثناء تصويبات من عبد القادر الوسلاتي وتوغل من سيف الدين الجزيري. الأرقام تقول أن النادي الإفريقي سجل في لقاء الكلاسيكو 151 هدف والنادي الرياضي الصفاقسي 95 هدف. ياسين مريح إلى حد الآن انتشار ممتاز للاعبي النادي الإفريقي ويحب المساحات. أجاي حسن الحربوي وإزاكيل دواسيل. غازي عيادي يبعد على جونيور أجاي يتبع فيه حسام الواتي. غازي عيادي غازي عيادي والمخالفة. المخالفة لصالح النادي الإفريقي. المخالفة المرتكبة
من حسام الواتي امام غازي عايدي، هذوما الاسماء الاثناء بدات تشاع في سماء الحديقه الى جانب بسام السرار في احمد خليل، وواضح انه مستقبل افريقي يمر عبر بروز الشبان، نقاط قوه الافريقي في الثمانينات والتسعينات واللي مكن الفريق من احراز كاس الابطال الافريقيه 1991 بامتياز، وسجل 6 اهداف كامله في الملعب الاولمبي بالمنزه. من جديد وسط ميدان الافريقي ستيفان حسين ناطر الى بسام السرارفي، بسام السرارفي امام علي معلول، مباشرة الكرة تمشي لعبد القادر الوسلاتي التوزيعة، ويبعدها المدافع المحوري زياد الدربالي بدون مجازفة. مباشرة بلال العيفة، ستيفان حسين ناطر، ستيفان حسين ناطر المخالفة من جانب كريم العواضي، صعود المدافع المحوري هشام بالقلوي ثم علاء البوسليمي، النزعة الهجومية للظهير الأيسر النادي الإفريقي، معناها هشام بالقلوي يتقدم للتغطية في وسط الميدان. التماس للنادي الإفريقي، عبد القادر الوسادي في مناطق النادي الرياضي الصفاقسي، ثم المحاولة في التصويب من ستيفان حسين ناطر، والتماس من جديد، التماس لتشكيلة المدرب محرز بن علي. هذه المرة الاستماتة للدفاع وإبعاد الكرة من جانب زياد الدربالي وياسين مرياح، مباشرة سيف تقاء في مناطق النادي الإفريقي. هشام بالقروي، هشام بالقروي حب يسترجع الاستحواذ على الكرة النادي الرياضي الصفاقسي، سيف تقاء. ستيفان حسين ناطر لاعب روليير، لاعب هام في الربط بين الدفاع والهجوم كما شاهدنا الموسم الفارط. سيف تقاء مباشرة، هشام بالقروي يلعب مع المدرب جوركيوف في المنتخب الجزائري، التطويل الكرة على سيف الدين الجزيري، سيف الدين الجزيري وثيرق المساندة، ومن جديد عبد القادر الوسلاتي والكرة على مستوى القائم الثاني، والتألق من جديد هذه المرة لرامي جريدي أمام بسام السرارفي. قلنا معناها وضعيات سانحة للتسجيل للنادي الإفريقي، ومن جديد بسام السرارفي، نشوفوا من جديد الإعادة للتوغل الأخير من عبد القادر الوسلاتي، التصويبة مشيت على مستوى القائم الثاني، ورامي جريدي بطل، رامي جريدي متألق إلى حد الآن ويتفادى هدف ثاني محقق للنادي الإفريقي بعد الهدف الأول يتفاداه أيضا مع سيف الدين الجزيري، والتصويبة على مستوى القائم الأول. تبقى الكرة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، إلى حد الآن المحاولات تنبئ باهتزاز الشباك من جانب الإفريقي، وننتظر رد الفعل للنادي الرياضي الصفاقسي. ومن جديد واضح التوصيات لبسام السرارفي باش يتبع التوغلات والصعود لعلي معلول. عبد القادر الوسلاتي من جديد، التوزيع إلى سيف الدين الجزيري، والمتابعة من ياسين مريح، المجهود الدفاعي لياسين مريح في قطع التوزيع الأخيرة إلى سيف الدين الجزيري. في الأثناء حسان الحرباوي، حسان الحرباوي والمخالفة، المخالفة لصالح النادي الصفاقسي، والإنذار ضد هشام بالقروي. إلهام أنه كل فريق اليوم يسعى إلى تحقيق الانتصار، تحقيق الفوز بالنسبة للنادي الصفاقسي، لتأكيد جدارته بالانطلاقة الممتازة أثناء وتسع انتصارات خلال 10 لقاءات، والإفريقي يحب يفتح صفحة جديدة. الفريق البطل، مازالوا الجولات، مازالت البطولة، وفي انتظار الإطار الفني الجديد. إلى حد الآن مردود مقنع من جانب الإفريقي على مستوى التواجد في مناطق النادي الرياضي الصفاقسي، في انتظار أيضا قوة الكرات الثابتة، قوة أيضا الجهة اليسرى على ذكاء
مع العيفة، ثم أيضا أصرار في المحاولة من علي معلول، والهدف الأول، الهدف الأول والإجابة بالنسبة للكرة الثابتة من علي معلول. قلت قوة النادي الصفاقسي في الكرة الثابتة والاختصاص الأول. علي معلول تقريبا في الدقيقة 20 ينجح في أحداث الفارق لفريق السي اس اس. ما سجلش النادي الافريقي، تألق رامي جريدي وكرة ثابتة، وهذا هو الاختصاصي. والحنكة والرجلة اليسرى الممتازة بالنسبة لعلي معلول، وتمكن من أحداث الفارق وعلى عادته يكون حاسم في تنفيذ الكرة الثابتة ويمنح الأسبقية لفريقه. إذن علي معلول يتمكن من أحداث الفارق، والكرة ناجعة، الكرة أهداف، والكرة تسيم. لم يجسم الأفريقي كرة بسام أسرار في، لكن علي معلول بالحنكة متاعو أيضا بالموهبة على مستوى التصويب في الكرة الثابتة تمكن من أحداث الفارق. هدف مقابل صفر، وتأكيد الإحصائيات اللي حكيت عليها مع انطلاق اللقاء، مع انطلاق النقل، بنجاعة النادي الرياضي الصفاقسي وتحقيق عادة الانتصارات على ميدانه مع استقباله لمنافسيه هذا الموسم. جونيور أجاي يسترجع الكرة بسام السرارفي، قلت موهبة صاعدة في كرة القدم التونسية وجدير بالمتابعة. إلى حد الآن يقوم بدورين بسام السرارفي، التمهيد لمحور هجوم الأفريقي من الجهة اليمنى، وكذلك التغطية من جهة بلال العيفة، خاصة مع وجود جونيور أجاي وعلي معلول اللي يصعدوا عادة في العمليات الهجومية ومحاولة أحداث التفوق العددي. استرجع زمام المبادرة في وسط الميدان النادي الرياضي الصفاقسي حسان الحرباوي، والحوار مع علاء البسليمي مباشرة إلى رامي جريدي. الكرة تسيم، الكرة تسجيل، وأيضا قيمة الحراس. شفنا دو باراد من جانب رامي جريدي، شفنا أيضا مجهودات من الأفريقي للتسجيل، والكرة اللي كانت هدية لبسام السرارفي وعلى الخط النهائي يمنع فريقه من هدف رامي جريدي، ثم المخالفة والتسجيل عن طريق الاختصاصي الأول علي معلول، والثامن أهدافه مشاهدينا في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. إذن هدف مقابل صفر، والرزنامة شاءت أن النادي الصفاقسي يلعب لقاءاته، لقاءات القمة مع الأندية اللي في الصدارة، الترجي والنجم الرياضي الساحلي، في ظرف وجيز، وكانت هزيمة 3-1 في سوسة، وكذلك الهزيمة أمام النادي الرياضي، أمام الترجي الرياضي التونسي، هدفان مقابل هدف، وفي ظرف 11 يوم ثم تخللها الفوز على نادي حمام الأنف هنا في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. النادي الافريقي كانت هزيمه من فريق نجم المتلوي، ثم التدارك من فريق اتحاد بن قردان، ثم القطره اللي افاضت الكاس بالنسبه للمسؤولين، المردود المحتشم في الشوط الاول من فريق نادي حمام الانف، وقبول زوز اهداف ورغم الرجوع في النتيجه، فان اداره النادي قررت الالتجاء الى اطار فني جديد، وواضح ثم تريث. الاختيار الفني الامثل مع التحديات، مع الرهانات الموجوده لفريق باب جديد، مع الجماهير العريضه اللي تتابع في الفريق ومتحب كان الالقاب ومتحب كان البروز والتالق، وهذا منطقي. ولو انه معناها بلغه التتويجات، النادي الافريقي توج عاده وارتاح مع المدرسه الفرنسيه، نذكروا اكسبريا جون سيرافان 1996، ويعرفوا محرز بن علي كان معه في الدفاع، وايضا دانييل سانشيز المدرب اللي فاز معه النادي الافريقي ببطوله الموسم الفارط، والبارونتيز كانت مع الجزائري عبد الحق بن شيخه 2008. والكره مخالفه لصالح النادي الافريقي،
وضح روح اخرى اليوم الافريقي، يقدم في مردود مقنع والحلول الهجوميه. نشوفوا عبد القادر الوسلاتي ونشوفوا التدخل الاخير من سليم بن جميع وماهر الحرابي، يمشي مباشره الى المخالفه. المخالفة للإفريقي إلى حد الآن أجواء ممتازة، الجماهير المتابعة للقاء ملعب الطيب المهيري. شفنا معناها مردود مقنع في لقاءات القمة منذ مباراة النادي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي، وبالإمكان باش نراو مستوى أرفع في كرة القدم التونسية مع المواهب الموجودة. بسام السرار في لعب المقنع الى حد الان، ومجهودات كبيره على الفلاندر وعلى الجهه اليمنى. نتابع اخذ مسؤوليته بسام السرار في، والحارس رامي جريدي كانت في الاتجاه الصحيح وتالق من جديد. شوط اول حسب رايي شوط رامي الجريدي امام بسام السرار في من جديد. الكره كانت في اتجاه الشباك وتألق من جديد لحارس فريق السي اس اس، وايضا الامتياز للاعب الشاب للنادي الافريقي. واضح راهو في برشا مواهب على مستوى التصويبات والمخالفات المباشره. مش علي معلول فقط، الكره بحوزه النادي الافريقي والرجوع للدفاع النادي الرياضي الصفاقسي. غازي عياتي ابعاد الكرة من زياد الدربالي، جونيور اجاي، ايزيكيل ندواسل يرتكب المخالفة. تشادي مريناش الى حد الان، واضح انه لاعب يلعب في مناطق 6 امتار المنافس وينتظر معناها التوزيعات الدقيقة والحاسمة. برشا مساحات للافريقي من الجهة اليمنى لدفاع النادي الرياضي الصفاقسي، وشفنا علاء البوسليمي مرة أخرى يوزع ويلقى المنافذ للتوزيع. الإصابة لحسام الواتي. 25 تعادل إلى حد الآن من خلال 122 مباراة بين الفريقين. فماش هجوم معاكس للنادي الصفاقسي، ثم مخالفة للجزائري شنيحي، وفي الأثناء مجدي المصراتي ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية ويخرج حسام الواتي بسبب الإصابة. إذا مجدي المصراتي لاعب هجومي، كذلك لاعب سابق لعديد الأندية كما النجم الساحلي الاتحاد الرياضي المنستيري والملعب التونسي والترجي الرياضي الجرزيسي. وجه هجومي آخر بالنسبة للمدرب شهاب الليلي اللي يسعى للتدارك. من جديد التصويبة والكرة الجانبية. خصال لاعبي النادي الافريقي اليوم على مستوى التركيز في المخالفات. بلال العيفة هذه المرة، المحاولة من بلال العيفة، تابعوا جيدا من جديد. كرة مش بعيدة على مرمى الحارس رامي جريدي. نفهموا انه في الرابطة المحترفة الاولى برشا خدمة في التمارين في التسديد من المسافات البعيدة، وأيضا معناها كما شفنا بسام السرار في تقريبا نفس الوضعية والمهارات الفنية كما علي معلول، لكن علي معلول تمكن من التسجيل وبسام السرار في كورته كانت في اتجاه زاوية 90 وتألق رامي جريدي من جديد. أي فريق يلعب على الألقاب يزمو حارس كبير، حارس يمنح الثقة لزملائه على مستوى الدفاع. وشفنا قبل هدف النادي الصفاقسي يفسخ هدف محقق علي معلول. علي معلول الوجه الهجومي لعلي معلول جونيور أجاي، ويبعد الكرة هشام بالقروي، إبراهيم الشناحي، بسام السرار في المخالفة. المخالفة للنادي الافريقي دائما كانت ممتازه لقاءات الفريقين مهما كان الترتيب ومهما كانت الوضعيه. نذكر الموسم الفارض في رادس هدف مقابل هدف، واللاعب اللي سجل هدفين ذهابا وايابا ماهر الحناشي متغيب،
واللي سجل كذلك في لقاء الإياب صابر خليفة متغيب. حبينا لو كان ماهر الحناشي وغادي صابر خليفة اليوم في لقاء القمة. مشتي المسرتي غازي عيادي والتمعيس للنادي الرياضي صفاقس. مساهم مجدي المسرتي الموسم الفارض في النتائج الايجابيه للترجي الرياضي الجرزيسي مع شاكر الرقيعي والاماكن غاليه في النادي صفاقسي وقيمه المتوسط الميدان وايضا المهاجمين جونيور اجاي جونيور اجاي السعود ياسين مرياح ياسين مرياح ياسين مرياح والمحاوله هو المدافع العصري يعطي الحلول ويمنح ايضا وضعيات سانحه لفريقه. كان التمهيد لياسين مرياح من جانب جونيور اجاي ويغادر مناطق الدفاع ويكون في محور دفاع النادي الافريقي لكن التصويبه بعيده. لاعب شوكيري تأقلم مع عديد المراكز. حسان الحرباوي حسان الحرباوي للنادي الرياضي صفاقسي حسان الحرباوي والكرة فوق المرمى الكرة فوق المرمى وفرصة كبيرة لمضاعفة النتيجة وهدية يرفضها إيزيكيل ندواسل. نشوفوا من جديد المحاولة من حسان الحرباوي التمهيد لإيزيكيل ندواسل والوضعية لصالح إيزيكيل ندواسيل اللي كان سجل في مشواره مع الإفريقي 14 هدف. مرة أخرى الراية من جانب بلحسن النجار. وضعية تسلل هذه المرة ضد جونيور أجاي. أو الوضعيات اللي حبذها النادي الرياضي الصفاقسي. يلقى المساحات والثلاثي يغير المراكز وينجم يبرز امام دفاع المنافس. شفنا حسان الحرباوي مع إيزيكيل ندواسيل وجونيور اجاي منذ قليل لكن رايه بوجود تسلل ضد اللاعب اللي باش يشارك في الالعاب الاولمبيه مع المنتخب النيجيري. يتحسن اداء نادي صفاقسي بعد نجاحه في التسجيل وقبلها ترك زمام الفرص للنادي الافريقي. على ذكر الفريقين الموعد باش يكون ايضا مع الكاس ودخول فرق الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم في غمار هذه المسابقه لكن الموعد سيكون مع المنتخب الوطني للمحليين اللي باش يشارك في الشان في رواندا وأمال إحراز لقب ثاني بعد 2011 في السودان آنذاك مع المدرب سامي الترابلسي. إيزيكيل ندواسيل إيزيكيل ندواسيل لكن الكرة خاطئة ووسط ميدان الإفريقي يسترجع الكرة. إلى حد الآن معناها الفرص موجودة وإمكانية مشاهدة أهداف أخرى في هذا اللقاء. علي معلول أمام بسام السرارفي والكرة باش ترجع بمخالفة لصالح الافريقي من اعلن على مخالفة للحكم ماهر الحرابي.
غياب بارز لصابر خليفة والمسؤولية محور الهجوم لسيف الدين الجزيري اللاعب اللي كان في السنغال مع المنتخب الأولمبي التونسي. والمحاولة ومن جديد نفس الوضعية للأفريقي الحلول والثغرات من الجهة اليمنى لدفاع النادي الصفاقسي، لكن الاختتام لم يكن كأحسن ما يكون. نفس الوضعية للفرصة المتاحة لبسام السرارفي. قلت برشا حلول يلقى فيها النادي الأفريقي من جهة ياسين مريح وعبد القادر الوسلاتي أمام علي معلول. تركيز كامل على علاء البسليمي في نشل العمليات الهجومية للأفريقي الظهير الأيسر، ويبدأ وراه هشام بالقروي مباشرة. استرجع الكرة لإبراهيم الشنيحي لاعب لولا الإصابات مردوده أفضل وبدأ يستقر على مستوى العطاء. بسام السرارفي، علي معلول، سكاري، إيزيكيل، ويسترجع الكرة الشاب غازي عيادي عبد القادر الوسلاتي. ثم خدمة في الأفريقي على مستوى استرجاع الكرة أمام متوسط ميدان نادي الصفاقسي لمنع سكاري من الإمداد في الوقت المناسب لأجاي أو حسن الحربابي أو إيزيكيل دواسيل. علي معلول حوار داخل المباراة أمامه كل من بسام السرارفي وبلال العيفة. والقيمة الفنية والهجومية لعلي معلول يقر حساب المدرب محرز بن علي. مجدي المسراتي، مجدي المسراتي هو السعود، والكرة خاطئة من علي معلول ويفشل الهجوم الأخير. لاعب قوي ناجع في منتصف الميدان الثاني علي معلول، وهذه خصال المدافعين العصريين اللي يكونوا حاسمين وهدفين. وكرة القدم حاليا تتطلب الفنيات بالنسبة للمدافعين وكذلك الحنكة في المخالفات وفي التصويبات. إلى حد الآن 8 أهداف لعلي معلول مساهمين في النتائج الإيجابية و9 انتصارات خلال 10 لقاءات المخالفة ضد كريم العواضي. حوار كبير في وسط الميدان، نفس الخطة لكريم العواضي وستيفان حسين ناطر. ستيفان حسين ناطر يسترجع إمكانيته، سيف تقى كرة في المحور ياسين مريح على مارتين لحارس رامي جريدي أمام سيف الدين الجزيري. آخر فوز الأفريقي هنا 2010 أفريل 2010 وآخر فوز للنادي الرياضي الصفاقسي فيفري 2014 استقبل منافسه في الملعب الأولمبي بالمنزه. كان أول لقاء في المرحلة الثانية لإيزيكيل مع النادي الأفريقي. كرة ما توصلش إلى ياسين مريح. سكاري حاول إيجاد الحلول من جهة ياسين مريح، والخدمة برشا على مستوى الظهيرين من الفريقين اليوم. كرة مباشرة للأفريقي، محاولة في عكس الهجوم. بسام السرارفي، بسام السرارفي التمهيد في المحور، كرة ما توصلش إلى إبراهيم الشنيحي. بلال العيفة، غازي عيادي، سيف تقى، هشام بالقروي، ستيفان حسين ناتر المتابعة من كينغسلي سوكاري. دائما المرور عبر علاء البسليمي عبد القادر الوسلاتي. وصل حتى في بعض لقاءات الظهير أيمن باعتبار إصابة اللاعب حمزة العقربي أثناء تحضيرات الموسم. سيف تقى، هشام بالقروي، نشوف المتابعة من حسان الحربوي والمجازفة من المدافع المحوري الجزائري، لكن بدقة يرجع الكرة حارس الأفريقي. نذكر بالنتيجة الحالية، التقدم من النادي الصفاقسي هدف مقابل صفر. الخمس دقائق الأخيرة دون اعتبار الوقت البديل.
والكرة الثابتة المعتادة والمعهودة لعلي معلول. لكن أكيد في الاستوديو التحليلي قراءة لسهولة النادي الإفريقي في التوغل من الجهة اليسرى، وشاهدنا منذ قليل المحاولات والتركيز عبد القادر وسيد إبراهيم الشناحي وأيضا علاء البوسليمي على مستوى القائم الثاني، وكرة خطيرة. شوفوا المتابعة من زياد الدربالي طول قامته تأهله للتغطية، تركيز على الكرات على مستوى القائم الثاني. شفنا كرات أرضية وبسام إصرار في قداش من مرة في وضعيات على دوزيام بوتو، والحوار مع الحارس رامي الجريدي من جديد، وضعية خطيرة أمام دفاع النادي الرياضي الصفاقسي من كرة ثابتة أخرى لفريق باب جديد الساعي أيضا للتعديل. من جديد الكرة بحوزة فريق باب جديد والبحث على عمليات ثنائية وثلاثية. شوفوا التصويبة الأخيرة من ستيفان حسين ناطر، هذه المرة حاب يمر عبر المحور لكن تصويبة فوق المرمى. إعادة من جديد للكرة الأخيرة والكرة الثابتة، والاختر على مرمى الحارس رامي جريدي اللي حفز في المدافعين وكانت بهتة نوعا ما، وكاد الأفريقي يستغل الوضعية. آخر محاولة كانت من ستيفان حسين ناطر وجونيور أجاي المتألق مع المنتخب الأولمبي النيجيري اللي باش يلعب في الألعاب الأولمبية. غياب فالون يونغ للأربطة المتقاطعة الإصابة خلت المدرب شهاب الليلي يراجع الحسابات على مستوى وسط الميدان. اهتدى للثنائي كريم العواضي وكينغسلي سوكاري، وشفنا الصعود مرة أخرى لمدافعي الإفريقي ومرة أخرى رامي جريدي محنك إلى حد الآن وحاسم في الفترة الأولى. بسام السرارفي تبعد أيضا على غازي عيادي، والمحاولة من إيزيكال التدخل من عاطف التخيلي. عاطف التخيلي أمام حسان الحرباوي، إيزيكال حتى بعيد على مناطق الجزاء يسعى للتمهيد بكرة ثمينة في المحور في اللاكس، وهو الهجوم والكرة خطيرة. نفس الوضعيات ونفس المنهج الإفريقي يقرب من مناطق الجزاء، وسيف الدين الجزيري يسعى للمباغتة. شوفوا المجهود الفردي كيفاش بعد على سليم بالجميع، والتصويبة الأخيرة كان أمامه المرمى وتصويبة طبعها رامي الجريدي. مرة أخرى ياخذ الأسبقية على مدافع لافال سابقا سليم بالجميع. مجدي المسراتي، إيزيكيل كجناح أيسر هذه المرة، كرة خاطئة من إيزيكيل يسترجع استحواذ على الكرة الافريقي لكن يخسرها من جديد. جونيور أجاي، جونيور أجاي، جونيور أجاي، وفرصة كبيرة لجونيور أجاي. تباطأ في التصويب وأطنب في محاولة الاقتراب من المرمى جونيور أجاي، وفرصة مضاعفة النتيجة أو الإعادة للمحاولة. نشوفه تقريبا وجه لوجه مع الحارس وعاطف التخيلي بمساعدة غازي العيادي يتفادى هدف ثاني محقق. ربما لو كان الهدف الثاني منعرج حاسم في هذا اللقاء بين النادي الصفاقسي والنادي الافريقي اللي في وضعية هجومية حاليا. التوزيع من علاء البوسليمي وكرة خارج الميدان، لكن هام انه مرة اخرى لقى وضعيات سيف الدين الجزيري في مناطق النادي الصفاقسي. شوفوا الإعادة، الظهير الأيسر علاء البوسليمي ثم سيف الدين الجزيري والكرة بعيدة. إذا معطى كبير أنه جونيور أجاي كان بإمكانه تسجيل الهدف الثاني و
عاطف التخيلي انقذ مرماه من هدف محقق، وايضا رجوع لغازي عيادي. شوفوا من جديد هاو جونيور اجاي الكره الاخيره وتصطدم برجله وكان محظوظ الحارس عاطف التخيلي. ربما معناها كان منذ دخول منطقه الجزاء وجه الكره مباشره للمرمى كاد يكون الهدف، لكن معناها مشي على مستوى القائم الاول، حاب يحط الكره من الجهه المقابله وتباطأ وتبعثر، والخروج ايضا لعاطف التخيلي ربما جزئيات نجم تغير معطيات المباراه. الكره اهداف، الكره تسيم في الاثناء المخالفه ضد مدافع نجم المتلوي سابقا ياسين مريح. مخالفه للافريقي، قلت النادي الصفاقسي قوي على مستوى الثلاثي الهجومي اللي ينقض على اول هفوه على اول لونس خاطئه من المنافس. في الاثناء النادي الافريقي حقيقه لقى وضعيات على مستوى معناها المراقبه اللي ما كانتش 100% صحيحه من جانب لاعبين النادي الصفاقسي. وسيف الدين الجزيري وعبد القادر الوسلاتي كانوا في وضعيات امام مرمى الحارس رامي الجريدي، وكذلك الفرصه لبسام السرارفي. رامي جريدي، ازكال ندواسل، غازي عيادي والتماس. ثقل البدني لازكال، احترف في تركيا ايضا في روسيا في المغرب. علي معلول، النادي الافريقي اداء محترم ومقنع في الشوط الاول، وكره ثابته من دقه وحنكه وصنعه لعلي معلول، وايضا بعض الفرص السانحه في الاثناء. جونيور اجاي ضيع فرصه الهدف الثاني، واكيد التفاصيل الخاصه بالشوط الاول في الاستوديو التحليلي مع اسكندر.